Yeah. الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشهد أن علي ولي الله أشهد أن أمير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حي على الصلاة
الصلاة حي على الفلاح والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين الفاتحة مع الصلاة. رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله لا إله إلا الله الحليم الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه سمع الله الله أكبر سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر الله الله أكبر سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية أسألك العافية عافية الدين والدنيا والآخرة بحق محمد وعترته الطاهرة الله أكبر الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد واجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على
محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أشدد حيازيمك للموت أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك فإن الدرع والبيضة يوم الروع تكفيك كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك وعلي يا علي يا
التراب يرتقي معقل الرجاء كيف التراب يرتقي أخطب العرش بالدم بفعله ابن ملجم علي يا علي علي يا علي سألت اللوح عن حيدر فقال اللوح لا أدري علي بالقضاء أدرى علي صاحب السر فسأل بدرا وسأل خيبر وراجع سورة الدهر وعم الآية الكبرى وفي الأحزاب والعسر هو الساقي على الكوثر هو المذكور للحشر كوكب الوجود به الوجود يزهر قبلة الخلود به الوجود يزهر أصابها ما الكرم بفعله ابن ملجم علي يا علي علي يا علي جرت في نوحها الفلك ببسم الله مجراها يمين المرتضى حلت بمجراها ومرساها ولما أن طغى الماء من الطوفان نجاها شراع الله مكتوب عليه سر معناها به قد صرح الباري علي نفسه طه صرح الإله علي خير البشر قل من جفا علي خير البشر صدع ركن الحرم بفعله ابن ملجم علي يا علي علي يا علي بوادي الطور آيات تعالى لمن للرسل منجيها فلو أن الورى ضرا أو أتواديه يغويها حلت الكروب وكاشف الكرب عن حامت الخطوب وكاشف الكرب عن على
المصير غدا إليه نرجع فيه نستجير غدا إليه نرجع حتى عيون زمزم كعلي ابن ملجم علي يا علي علي يا علي بكى المحراب والمنبر وناحت ليلة القدر وجاءت ساعة الهيجة تعزي ساحة الفكر قضايا أيها السيف حليف الضربة البكر ستبقى صائما حتى تلاقي صاحب الأمر فتفطر في دم الكفر وتنطق في فم الثأر صارخا تقول تبت يدا أبي لهب يصرخ الرسول تبت يدا أبي لهب هكذا صرح الحكم.